المواليد تمام. اول لما بيتولدوا يطلبوا يعملوا لهم تحاليل الغده الدرقيه تمام. ايه السبب يعني؟ بيعرف من هنا ان هو الشخص عنده خلل من التحليل ده ولا لا، ولا ايه السبب؟ طيب، الغده الدرقيه زي ما قلنا اي هرمون في الجسم، اي هرمون في الجسم هو اشاره كيميائيه. الغده الدرقيه هي اشاره كيميائيه للنمو، يعني هي اللي بتدي للجسم اشاره للنمو، النمو ايه؟ البدني والعقلي والنفسي. طيب، فلذلك الهرمون الغده الدرقيه مهم جدا للنمو العقلي والنمو البدني للطفل. ايام زمان قبل يعني ايام زمان يعني قبل ما نبدا البروجرام ده على مستوى العالم او البرنامج اللي احنا نفحص كل المواليد للغده الدرقيه، كان بعض الاطفال بيبقى عندهم كسل في الغده الدرقيه وراسي. الغده الدرقيه ما بتفرزش عندهم كميه كافيه وراثيا. للاسف العيال دي كانوا عشان ما بتعوضوش بدري فكان بيحصل لهم مشاكل اللي هي ايه؟ كان عندهم تاخر في النمو البدني والعقلي. طيب دلوقتي العالم كله بيعمل هرمون معينه من الكعب لكل الاطفال المواليد عندنا. العينه دي بنعمل فيها هرمون الغده الدرقيه، لو الهرمون فيه مشكله بنعالجه، وده مهم جدا 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 يتعالج، لان في الاخر الطفل اللي عنده حتى كسل في الغده الدرقيه وراسي لما بياخد العلاج بيبقى طبيعي جدا جدا جدا، وده المهم فيه. فلذلك احنا بنتلافى اللي احنا يحصل عندنا للاسف تخلف بدني او تخلف عقلي في الاطفال، وممكن نعالجه سوري بحبايه واحده.